يبللون الزهور والعشب الأخضر بالماء ثم ينثرونهما استجلابا للفأل الحسن والسلام والمحبة والإيمان. هو واحد من طقوس الاحتفالات بعيد الشكر أو إريتشا كما يطلق عليه هنا في إثيوبيا. منذ مئات السنين تقيم قومية الأورومو هذه الاحتفالات كل عام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. الريتشا هي إشارة السلام والمحبة للعالم، وواحدة من التقاليد التي اشتهرت بها إثيوبيا ويفخر بها الأورومو، كما أنها سجلت حديثا في قائمة التراث العالمي. للمرة الثانية يحتفل شعب أورومو الإثيوبي بمهرجان إريتشا داخل مدينة أديس أبابا بعد أن ظل لأكثر من قرن ونصف يحتفل خارجها، لكن احتفالات هذا العام لم تغب عنها مشاعر القلق بسبب انقسامات سياسية حادة ظهرت بين الموالاة والمعارضة. احتفالات هذا العام بدت مختلفة من حيث أعداد الحاضرين والتمثيل الرسمي والإجراءات الأمنية المشددة على مداخل الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكان الاحتفال في العاصمة أديس أبابا. والله شوية في فرق، في انقسامات بين السياسيين وكمان في انقسامات بين الشعب، يعني ربما يعني نسموه يعني بالمرة، فتختلف يعني الفرحة اللي كان نشوفها هذه السنة الماضية وهذه السنة تختلف، وكمان في ضغوطات كورونا وبعض المشاكل يعني تختلف السنة هذه السنة عن السنة الماضية يعني. الاحتفالات كان من المفترض ألا تكون بهذا الضعف وهذا العدد القليل، لكن بسبب فيروس كورونا إضافة إلى تدخلات الحكومة التي لا تريد أن يتجمع الناس بسبب مخاوف كثيرة. الحكومة اعتبرت أن الإجراءات الأمنية ضرورية خشية تفشي فيروس كورونا، إضافة للمخاوف الأمنية بعدما قال جهاز المخابرات الإثيوبي في بيان إنه أحبط مخططا إرهابيا يستهدف المهرجان ويرتبط بجماعات معارضة ومسلحة. واستبق رئيس الوزراء أبي أحمد المهرجان بكلمة أكد فيها أن الشعب الإثيوبي تعلم من الماضي ليجعل الغد أفضل، داعيا إلى المصالحة والتسامح بدلا من الانتقام. عبد الكريم الخياطي، الجزيرة، أديس أبابا.